بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء طلاب المرحلة الثانوية، أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة توبن إنجليش، واللي بنتناول فيها موضوعات اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية. إن شاء الله النهاردة هنتناول موضوع جديد وموضوع مهم، ويعتبر من أهم وأطول وأكبر الموضوعات في اللغة الإنجليزية، اللي هو الأكتيف والباسيف، أو المبني للمجهول والمبني للمعلوم. وإن شاء الله لو قدرنا نلمه في حلقة واحدة ماشي، ما قدرناش هناخده في حلقتين، فتابعوني إن شاء الله على الجزئين. المبني للمجهول او الباسيف اللي احنا بنسميه، طبعا كلمة مبني للمجهول، طبعا يعني ايه كلمة مجهول باللغة العربية؟ الكلمة اللي تحتها الماوس دي كلمة مجهول، معناها شيء غير معروف، شيء غير معروف. يعني انا باللغة العربية كده لو قلت لك ان محمد فتح الباب، يبقى هنا محمد هو الفاعل، محمد هو الفاعل، محمد فتح الباب، يعني محمد هو الفاعل وفتح الفعل والباب مفعول. طب لو انا ما شفتش محمد وهو بيفتح الباب، هقول لك ايه؟ هقول فتح الباب، او الباب فتح، الباب فتح. طب مين اللي فتح الباب؟ اللي فتح الباب هنا انا ما شفتوش، يبقى بالتالي اصبح عندي الفعل هنا ايه؟ مجهول. يعني معنى كده ان انا بحول الجملة من الاكتف للباسف، او من المعلوم للمجهول، يعني ما يكونش فيها فاعل، الجملة ما يكونش فيها ايه؟ فاعل. طيب ده المعنى العام للاكتف والباسف. معنى أن الجملة مبنية للمجهول، أي أنه لا يوجد فاعل في الجملة، والفاعل بالنسبة لنا يعتبر إيه؟ مجهول. يبقى إذا كلمة مجهول دي اللي هي الباسيف ده، يعني دي حاجة تخص الفاعل. لو الفاعل موجود في الجملة تبقى الجملة أكتف، معلوم، الفاعل معلوم، معروف بالنسبة لي. لو الجملة ما فيهاش فاعل يبقى الفاعل بالنسبة لي إيه؟ مجهول. طيب ايه اسباب تحويل الجمله للمجهول؟ مش بقول لك ازاي بحولها، لا، ليه بحول؟ يتم تحويل الجمله للمجهول لعده اسباب. رقم واحد، الاهتمام بالمفعول، وبالتالي تبدا به الكلام في اول الجمله. زي ما اديتك مثال وقلت لك the money was stolen، الاموال او المال سرق. انت عاين فلوس في مكان معين، والفلوس دي تحويشتك اللي انت عاينها من زمان، ورحت تدور عليها ما لقيتهاش، فقلت الفلوس اتسرقت. يبقى اذا انت بدات بالمفعول اللي هو الفلوس. ليه؟ لان انا بهتم بيه، هو اللي يهمني، هو اللي شغل انتباهي، عشان كده ببدا بالجمله. زي واحد اشترى عربيه جديده وغاليه اخر موديل، وبعد كده ابنه ياخدها يخبطها، يقولوا له الحق، ها، مش هقوله ابنك خبط العربيه، بيكون صيغه الصدمه اقل، ولكن من هول الصدمه الحق عربيتك اتخبطت، عربيتك عملت حادثه. يبقى في الحاله ديت انا اللي يهمني هنا العربيه نفسها، او المال اللي انا عينته اتسرق. دي رقم واحد، الاهتمام بالمفعول. طب رقم اتنين، عدم معرفه الفعل او لا نهتم به. لو جيت في المثال التاني ذا جلاس واز بروكن، الكوبايه اتكسرت، مين اللي كسرها هنا؟ ما اعرفش، انا ما شفتهاش وهي بتتكسر. يبقى انا حولت الجمله الثانيه دي للباسيف لان عندي الفعل انا ما اعرفوش. طب رقم ثلاثه، عندما يكون الفعل واضح في الجمله دون ذكره، يعني الفعل بيكون واضح من سياق الكلام للجمله من غير ما اذكره. زي ما اقول لك the thieves were stole arrested، the thieves were arrested، اللصوص قبض عليهم، اوتوماتيك انا عرفت كده ان اللي قبض عليهم هو الشرطه من غير ما احط كلمه the police في الجمله. يبقى اذا لثلاث اسباب، رقم واحد الاهتمام بالمفعول ونبدا به الكلام، عدم معرفه الفعل او عدم الاهتمام به عندما يكون الفعل واضح من سياق الكلام في الجمله دون ذكره في الجمله. نبدا دلوقتي كده ناخد تنسز الازمنه، كل زمن هناخده في اللغه الانجليزيه بيكون له قاعده مخصصه به في الاكتف والباسيف بتاعه. نمبر 1، زمن المضارع البسيط، اللي هو بيتكون من التصريف الاول للفعل باضافه اس او اسم على المفرد، اس او اي اسم على المفرد، وطبعا ده احنا هنا مش وقت الاكتف، احنا هنا شغلنا في الباسيف. طب شي كلينز ذا هاوس افري داي، هي بتنظف المنزل كل يوم، ما فيهاش اي مشكله. طيب الاول نشوف القاعده، زمن المضارع البسيط عشان احوله للباسيف بحمله ازاي او بحوله ازاي؟ لازم يكون عندك السياق بتاع القاعده تكون حافظه. هتبدا بالمفعول، بعد كده المفعول لو ينطبق معاه ام ماشي، لو يتوافق معاه از ماشي، لو يتوافق معاه ار ماشي، يبقى هاخد ام او از او ار واحده منهم، ثم الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل الموجود عندي في الجمله، ثم باي تأدي الفعل في نهايه الجمله، ويفضل عدم وضعها في نهايه الجمله. المثال الاول، شي كلينز ذا هاوس افري داي، لازم تكون عارف ان الفعل هنا شي، الفعل كلينز، المفعول ذا هاوس،
وافري دي مكملات الجمله. احنا قلنا هنبدا بمين؟ بالمفعول، هي تنظف المنزل، يبقى المفعول عندي مين؟ ذا هاوس، حطيت في اول الجمله. طب ذا هاوس هياخد مع ام ولا از ولا ار؟ قال لي لا ياخد از. والتصريف الثالث من كلين دي ايه؟ كليند افري داي، تبقى ذا هاوس از كليند افري داي، المنزل ينظف كل يوم. طيب هات لي مثال ثاني. هي بلانتس ذا فلاورز افري ويك، هو بيزرع الورد كل اسبوع. هو هي بلانتس مضارع بسيط، فلاورز مفعول، افري ويك مكملات. تبقى المفعول بتاعك ذا فلاورز، هنبدا بالكلام وعشان هو جمع هاخد من الفيرب تو بي ار، وبعد كده بلانتد افري ويك، الورود تزرع كل اسبوع. طيب الي هيلبس مي ات نيد، الي بيساعدني عند الحاجه، مين المفعول هنا؟ مي، هو اللي بيتساعد. مي تحول لاي، تحول لايه؟ لاي، واي هتاخد من فيرب تو بي ايه؟ ام، تاخد ايه؟ ام، تبقى اي ام. والتصريف الثالث من هيلب دي هيلبد، تبقى اي ام هيلبد ات انيد، انا اساعد عند الحاجه. يبقى عشان احول الجمله من الاكتف للباسيف في زمن المضارع البسيط هاخد المفعول، بعد المفعول ام او از او ار، ثم الباست بارتيسيبل للتصريف الثالث للفعل الموجود عندي في الجمله او اسم المفعول. ملحوظه، اذا كانت الجمله منفيه ب don't doesn't، طبعا don't doesn't دي نفي المضارع البسيط في الاكتف، تحذف من الاكتف وينفى فيرب تو بي في حاله الباسيف. ازاي؟ she doesn't clean the house، هي لا تنظف المنزل. طب فين المفعول؟ the house، اهو بدات بالكلام حسب القاعده. طب the house دي مفرد ولا جمع؟ مفرد، تاخد معاها من فيرب تو بي ايه؟ ها is، واروح نافي فيرب تو بي اللي هو از، تبقى isn't cleaned، وهتقول لي doesn't بقى. The house isn't cleaned، المنزل لا ينظف. طيب he doesn't plant the flowers، هو لا يزرع الورد. He doesn't plant the flowers، هو لا يزرع الورد. فين المفعول بتاعي؟ the flowers، زي ايه؟ the flowers. The flowers aren't planted، طبعا الفلاورز هنا مفرد ولا جمع؟ جمع، هتاخد معاها ايه؟ ار اهي، وعشان الجمله كانت هي منفيه ب doesn't، هانفي ار بنوت، تبقى aren't planted. المثال الثالث they don't wash the car، هم لا يغسلوا السياره. المفعول عندي the car، المفعول عندي the car، وعشان هي مفرد تاخد is، وبعدين فيها بنط، تبقى the car isn't washed، السياره لا تغسل. بعد كده ملحوظه مهمه، اذا جاءت have، ها جاءت ايه؟ have ديت لتعبر عن الملكيه في زمن الماضي البسيط، تحذف من الجمله ونستخدم possess او own. طيب she has a new mobile، has هنا يعني تمتلك، لديها، عندها. طيب تعالى كده حسب القاعده، المفعول بتاعك ايه؟ a new mobile، نحطها في اول الجمله ما فيهاش مشكله. طب a new mobile دي مفرد، ناخد معاها is، تمام. التصريف الثالث من has ايه؟ had، ينفع اقول a new mobile is had. كلمه has هنا يعني يمتلك، has هنا يعني ايه؟ يمتلك، يعني هي بتعبر عن الملكيه. يبقى في الحاله دي انا مش هحطها بمعنى has، لا ده انا هحطها بمعنى ايه؟ possess او owned، يعني ايه؟ a new mobile is owned by her، يمتلك بواسطتها. طب he doesn't have a villa، هو ما عندوش فيلا، المفعول بتاعك ايه؟ a villa، حطيناها في اول الجمله، وبعد كده عشان هي مفرد هناخد معاها is اهي، والجمله هنا منفيه هننفي is تبقى isn't. والتصريف الثالث من have يكون had، لا تحول have في الملكيه الى ايه؟ possessed by him، تبقى a villa isn't possessed by him، يعني الفيلا لا تمتلك بواسطته. يعني القاعده بتقول اهي، اذا جاءت هاب لتعبر عن الملكيه في زمن الماضي المضارع البسيط او الماضي البسيط، طبعا دي كانت ماضي على فكره مش مضارع، يبقى احنا نحول الكلمه دي للايه؟ المضارع، للايه؟ للمضارع، تحذف ونستخدم بدل منها ايه؟ possess او own. طيب الزمن اللي بعد كده زمن الماضي البسيط، اللي هو بيتكون من التصريف الثاني للفعل باضافه دي او اي دي. التصريف الثاني للفعل باضافه دي او اي دي، عشان احول الباسيف ازاي؟ قال له زي المضارع البسيط، يعني قال المفعول وبعد المفعول يجوز لو مفرد او لو جمع، والباست بارتيسيبل يعني زي المضارع البسيط، بس المضارع البسيط كان في المضارع لكن دي فين؟ في الماضي. طب they built a new school، هم بنوا مدرسة جديدة، ايه المفعول بتاعك؟ a new school، تتحط في اول الجملة، مفرد ولا جمع؟ مفرد، مضارع ولا ماضي؟ ماضي، يبقى تاخد معاها ايه؟ was built، تمام. طيب he bought a new mobile، ايه المفعول بتاعك؟ a new mobile، مفرد ولا جمع؟ مفرد، ياخد was ولا where؟ was، والتصريف الثالث من bought bought، تبقى a new mobile was bought، تمام. he helped me yesterday، هو ساعدني امس، مين المفعول اللي تساعد؟ انا، تاخد تحول me الى I. طب اي تاخد وز ولا وير تاخد وز؟ والتصريف الثالث من هيلب تبقى هيلبد يسترداي، اي واز هيلبد يسترداي. نفس الكلام زي المضارع البسيط، اذا كانت الجمله منفيه في الماضي البسيط بديدنت، تحذف ويتم نفي فيرب تو بي، مع ملاحظه ان الفيرب تو بي هنا هيكون ايه؟ ووز او وير، لان انا في الماضي البسيط.
She didn't make tea. ها she didn't make tea. مين المفعول بتاعك تي؟ ينحط في اول الجمله مفرد ولا جمع؟ مفرد. was ولا where؟ قال ياخد was، فاروح نفيها بنوت عشان انا عندي didn't. والتصريف الثالث made، تبقى تي wasn't made، الشاي لم يعمل لم يصنع. He didn't water the plants، هو لم يسق النباتات. ايه المفعول بتاعك؟ the plants weren't water، لم تسقى، وعشان ماضي هناخد ايه؟ ماضي وبلانتس جمع، تاخد ايه؟ وير، والجمله المنفيه تبقى weren't water. نفس الكلام اذا جاءت هاد لتعبر عن الملكيه في زمن الماضي البسيط تحذف من الجمله، بس بدل بوسس هتبقى ماضي، اون تبقى ماضي. She had a new mobile، a new mobile was owned. He didn't have a villa، a villa wasn't possessed by him. فمشكله يبقى المضارع البسيط بعد المفعول ام واز ار والباست بارتيسيبل، الماضي البسيط بعد المفعول was وير زائد الباست بارتيسيبل. بعد كده زمن المضارع المستمر. طبعا المضارع المستمر بيتكون في الاكتف اللي هو المعلوم، يعني من فاعل ام واز ار زائد فيرب مضاف لاي ان جي. طبعا عشان يتحول للباسيف لازم ابدا بالمفعول، وبعد المفعول برضو احط ام او از او ار، بس هزود عليهم كلمه ايه؟ بينج، وبعدين الباست بارتيسيبل. طيب she is speaking French now، هي تتحدث اللغه الفرنسيه باللون الاخضر المضارع المستمر، والمفعول عندك فرنش باللون الاحمر اهو. هنبدا بفرنش اللي هو المفعول is being spoken now، يتم التحدث به الان. طب they are building some hospitals in Cairo، بيبنوا بعض المستشفيات في القاهرة. طبعا المفعول عندك باللون الأحمر some hospitals، بعض المستشفيات، عشان هي جمع هتاخد are وبعدين being وبعد الباست بارتيسيبل تبقى are being built in Cairo. طيب مثال بعد كده he is not reading a story now، هو لا يقرأ القصة الآن. المفعول بتاعك a story is not being read now، المفعول استوري هتقعد معاها از عشان مفرد وانفيها عشان الجمله هنا منفيه، وبعد كده كلمه بينج والباست بارتيسيبل من ريد ريد. هي ازنت ستادينج سام سبجكتس ناو، هو لا يدرس او لا يذاكر بعض المواد. المفعول بتاعك سام سبجكتس مفعول جمع هياخد معاه ار وبعد النوت بينج ستاديد ناو. تمام كده. طيب بعد كده زمن الماضي المستمر اللي بتكون من فعل زائد was او were زائد verb مضاف ل ing، ده في الاكتف. في الباسف زيه زي المضارع المستمر بالظبط، مفعول، بس في المضارع المستمر كان ام واز ار، هنا هيكون was او were زائد being زائد الباست بارتيسيبل برضه. يعني باختصار المضارع المستمر مفعول ام از ار زائد being زائد الباست بارتيسيبل، الماضي المستمر مفعول was were being زائد الباست بارتيسيبل. مثال they are building a new city in Cairo، المفعول بتاعك a new city تنحط في اول الجمله عشان احنا في الماضي المستمر هاخد معاها was او were، والنيو سيتي دي مفرد هاخد was وبعدين being built in Cairo، تبقى a new city was being built in Cairo. she was cooking a meal، هي كانت تطهي الوجبه، المفعول بتاعك ايه؟ a meal مفرد هتاخد was وبعدين being cooked، التصريف الثالث. Ali wasn't writing stories، علي ما كانش بيكتب قصص، تبقى stories weren't being written، القصص لم تكتب. stories جمع هتاخد ايه؟ were وبعدين انفعها بنوت تبقى weren't وبعدين being والتصريف الثالث written. طب بعد كده زمن المضارع التام اللي بيتكون من فاعل have او has زائد الباست participle، عشان احوله للباسف باخد عندي مفعول وبعدين have او has زائد been زائد الباست participle. she has cleaned the house، هي نظفت المنزل. has cleaned اهي مضارع تام اهو، has والتصريف الثالث، وبعدين the house المفعول. هنبدا هنا بالاوبجكت برضه اللي هو المفعول the house مفرد تاخد has been cleaned. طيب he has written some novels، هو كتب بعض الروايات، هتبقى المفعول بتاعك some novels. خلي بالك طبعا كانت هنا he اخدت معاها has، اخدت معاها has، هنا المفعول some novels هاخد معاها ايه؟ have. يبقى مش شرط عشان هنا has لازم اخد هنا هاز، لا انا بتعامل مع هنا فاعل مفرد اخدت هاز مع مفعول جمع اخدت هاف، يبقى some novels have وبعدين been وريتن التصريف التالي. the servant hasn't cleaned the kitchen yet، the servant الخادم hasn't cleaned، ادي خدنا هاز، hasn't cleaned يعني لم ايه؟ لم ينظف، hasn't cleaned the kitchen yet، تبقى the kitchen hasn't been cleaned، واحط في اخر الجمله كلمه ايه؟ yet، تبقى the kitchen hasn't been cleaned yet. he has already watched the film، هو بالفعل شاهد الفيلم، هتبقى the film تاخد معاها عشان هي مفرد تاخد has already been watched. طب they have never watered the flower، لم يسقوا الورده، تبقى the flower ها عشان مفرد هاخد معاها has never been watered. طب بعد كده زمن الماضي التام اللي بيتكون من فعل زائد had زائد الباست بارتيسيبل، عشان احوله للباسيف باخد مفعول had been زائد الباست بارتيسيبل. ازاي؟ ها she had revised science، هي راجعت العلوم، هتبقى science
had been revised. Science طبعا هنا ما عنديش اللي هاد بعد المفعول هاخد هاد been زائد الباست بارتيسيبل تقريبا زيه بالظبط زي المضارع التام، ولكن المضارع التام كنا بناخد هاف او هاز زائد الباست بارتيسيبل، لكن الماضي التام هناخد بعد المفعول هاد زائد الباست بارتيسيبل. They hadn't washed the car. The car hadn't been washed. He had already built the house. المفعول عندك the house ياخد معاه had already been built. طب عند المستقبل بعد كده بويل عندي فاعل ويل زائد المصدر. طب عشان احوله للباسيف مفعول ويل بي زائد الباست بارتيسيبل، المفعول ويل بي زائد الباست بارتيسيبل. اديني مثال. I will buy a car tomorrow. انا هشتري عربيه بكره. A car will be bought tomorrow. السياره ستشترى غدا. ايه اللي انا عملته؟ بدات بي a car هي المفعول وبعدها ويل بي والباست بارتيسيبل ويل بي bought tomorrow. طيب they will solve the problem، هما يحلوا المشكله. فين المفعول بتاعي؟ ها the problem، المفعول بتاعي the problem، هاخد بعدها will be solved، المشكله سوف تحل. they want to clean the house، هما مش هينظفوا البيت. المفعول عندي the house، تاخد want be عشان هنا منفيه تطلع هنا منفيه برضو. the house won't be cleaned، يبقى القاعده العامه في المستقبل بعد المفعول will be زائد الباست participle. بعد كده في عندي زمن المستقبل باستخدام going to. القاعدة بتاعتنا في الاكتف فاعل ام از ار وبعدين جوينج تو زائد المصدر. فاعل ام از ار جوينج تو زائد المصدر. طب عشان احولها للباسيف المفعول ام از ار جوينج تو بي زائد الباست بارتيسيبل، يبقى المفعول بدل ما كانت فاعل في الاكتف هتكون مفعول في الباسيف. ام از ار زي ما هي، جوينج تو زي ما هي، بس هنا هيكون بي زائد الباست بارتيسيبل. مثال they are going to clean the streets، هم سوف ينظفوا الشوارع. المفعول بتاعي ايه؟ the streets، اهي لونها باللون الازرق the streets، الشوارع مالها؟ are عشان هي جمع، going to be cleaned سوف ايه؟ تنظف، سوف تنظف. طبعا المفعول ده برضه نظلله كده تبقى the streets are going to be cleaned، الشوارع سوف تنظف. the boy is going to build the castle، الولد سيبني القلعه. المفعول بتاعي ايه؟ the castle is وبعدين going to be built، سوف تبنى. mom isn't going to cook a meal، ماما مش حاططه الوجبة، جملة منفية. المفعول بتاعي ايه؟ a meal، مفرد ولا جمع؟ مفرد، ياخد معاه is، والجملة هنا منفية يبقى هنفية هنا برضو، تبقى a meal isn't going to be. طبعا going to be دي ثابتة، ثابتة في الباسف على طول، going to be cooked. طب عندي مستقبل بأفعال ناقصة. مستقبل بأفعال ناقصة بيكون عندك فاعل زائد فعل ناقص زائد مصدر، فاعل زائد فعل ناقص زائد ايه؟ مصدر. طب عشان احولها للباسف ابدا بالمفعول وبعدين الفعل الناقص وبعدين بي وبعدين الباست بارتيسيب، يبقى فاعل ناقص مصدر مفعول ناقص بي باست بارتيسيب. ازاي؟ هيكون عندك مثلا ويل وود كان كود ماي مايت شال شود هاف تو هاز تو هاد تو ويل هاف تو نيد تو نيدنت تو سيم تو appear to use to be going to be about to be supposed to must be about to تاني would rather و had better. المجموعة ده هي عشان تحولها للباسف بيكون قبلها مفعول بعدها بي زائد الباست بارتيسيبل، ثابتة معاك اهي. طيب اديني مثال. she will have to study English، هي ستضطر لمذاكرة الانجليش. الانجليش المفعول هاخد will have to اهي دي ثابتة ومع كلمة be studied. طب مثال تاني. she may cook a good meal، she may cook a good meal، المفعول بتاعك ايه؟ a good meal، الفعل الناقص ايه؟ may be cooked، يبقى ده المفعول ثم الفعل الناقص ثم be ثم الباست بارتيسيبل. المفعول اهي ثم الناقص اللي هو may اهي راحت فين؟ may اهي ثم بي والباست بارتيسيبل. طب مثال تالت. they must clean the street، يجب ان ينظفوا الشارع. The street must be cleaned، يبقى المفعول والفعل الناقص بزاد المصدر must be cleaned. We need to wash the car، نحتاج نغسل العربية. ها the car needs to be washed، السيارة تحتاج أن تغسل. طبعا هنا كانت need عشان we، صح؟ جمع ما تاخدش اس، لكن هنا the car مفرد تبقى needs وبعدين to be washed. The car ممكن أقول لك كده واستسهل أقول لك the car needs washing، الاثنين صح. يبقى need to تحول الى need to be زائد الباست بارتيسيبل او need زائد الفيرب مضاف له ing، ودي مهمه جدا 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 خلي بالك منها. يبقى need to ها تحول الى need to be زائد الباست بارتيسيبل او need زائد الفيرب مضاف له ing. الجمله الامريه
قاعدتها let مفعول بي زائد الباست بارتيسيب. لو انا قلت لك مثلا، لو انا قلت لك open the door افتح الباب، هتبقى let المفعول the door be opened، يبقى let مفعول be past participle. مثال تاني، ها clean the class، let the class be cleaned، let the class be cleaned. بعد كده عند المستقبل التام اللي بتكون من will، من فاعل، will have the past participle، بتكون من فعل will have زاد الباست بارتيسيبل. عشان احولها للباسيف هكون عندي مفعول will have been زاد الباست بارتيسيبل. هات مثال كده، they will have built a new hospital or a new project by 2020. They will have built a new project by 2020. طب a new project will have been built، ادي will have been built by 2020. She won't have cooked a nice meal. تبقى nice meal المفعول هتبقى won't وبعدين have وبعدين been والباست بارتيسيبل. يبقى فاعل will have ذا الباست بارتيسيبل المستقبل التام، الباسيف بتاعها مفعول will have been زائد الباست بارتيسيبل. طيب عندي ملاحظات هامه على ازمنه المستقبل، والملاحظات ديت اهم. احنا كده يعتبر ايه الكلام اللي احنا قلناه ده متكرر عندك في السنين اللي قبل كده، ولكن هيبدا بقى نشوف ايه الحاجات اللي فيها تركيز شويه. اذا كان الفاعل، اذا كان فاعل الجمله none no one nobody او no زائد is، اعمل ايه؟ يحذف الفاعل من الجمله ولا نضع باي زائد الفاعل وتحول الجمله للنفي، وتحول الجمله للايه؟ للنفي. بيقول لي نان انسرد ذا تيست. اولا لازم تحدد المفعول بتاعك. هنا الفعل عندي نان، الفعل انسر زمن ماضي بسيط يعني بعد المفعول وظهور الباست بارتيسيبل. ذا تيست المفعول هتبقى ذا تيست، وهنا ماضي بسيط تبقى وزنت انسرد باي مين؟ ما ينفعش اقول باي حد لان اصلا نان ولا واحد جاوب. يبقى ايه اللي انا عملته؟ اللي انا عملته ان انا حذفت كلمه نان من الجمله وحولت الجمله هنا للايه؟ اهي قدامك للنفي. ما لو انا قلت ذا تيست ووز انسرد، الامتحان اتجاوب، انا هنا قلت لك ولا واحد جاوب، يبقى اقول لك الامتحان لم يجاوب. يبقى عشان نان ده اهي لازم يحول فعل الجمله للايه؟ للنفي. اقول باي مين؟ مفيش باي حد. نو بادي هاز كليند ذا كلاس، ولا واحد نظف الفصل. تبقى ذا كلاس هازنت بين كليند، الفصل لم ينظف. طبعا هاز كليند زمانها مضارع تام، يبقى ناخد المفعول هنا عندي ذا كلاس ومفرد ياخد هاز وبعدين بين كليند وانفي الجمله وما ينفعش احط باي حد. طب نو جيرل ويل كليند ذا كلاس، ولا بنت هتبقى ذا كلاس وونت بي كليند، الفصل لن ينظف لان هنا قال لي نو جيرل. يبقى اذا كان الفعل، ها اذا كان الفعل اللي فوق الجمله ده اهو، ها نان نو بادي او نو وان او نو زائد اسم يحذف من الجمله، تحول الجمله في الباسيف للنفي، ولا نضع باي زائد الفعل في نهايه الجمله. الملحوظه اللي بعد كده، اذا وجد في الجمله مفعولين احدهما عاقل والاخر غير عاقل يمكن ان نبدا بايهما؟ ممكن تبدا بالمفعول العاقل او المفعول الغير عاقل. لو انا قلت لك شي جيفز مي ا بريزنت، يعني هي تعطيني هديه، الفعل هنا شي، طب الفعل gives، طب المفعول الاول مي انا، هي بتعطيني انا، والمفعول الثاني هديه. في عندي مفعول عاقل اللي هو مي ومفعول غير عاقل اللي هو present، هنا ممكن تبدا بايهما؟ هنبدا بكلمه a present اللي هي المفعول الغير عاقل، هتبقى a present، a present is given to me، الهديه تعطى لي. طبعا هنا الفعل عندي gives مضارع بسيط، يبقى ام از ار زائد الباست بارتيسيبل present مفرد تاخد is given to me. طب لو بدات بالمفعول العاقل اللي هو me تحول الى اهي اي اهي، طب اي تاخد ايه؟ ام، عشان هنا مضارع بسيط. ام given a present، انا اعطى ايه؟ هديه، انا اعطى هديه، هنا الهديه بتعطى لي. يبقى اذا لو الجمله بدا فيها مفعولين، واحد عاقل زي ده كده وواحد غير عاقل زي كده، اعمل ايه؟ ابدا باللي انت عايزه. بس قال لي ملحوظه بقى، في ملحوظه، في حاله وجود مفعولين احدهما عاقل والاخر غير عاقل يمكن ان نبدا بايهما، تمام. وفي حاله البدء بالمفعول العاقل نضع تو او فور قبل المفعول العاقل في نهايه الجمله. بلاحظت هنا كده لما قلت لك ايه؟ A present is given to me، ها حطيت هنا ايه؟ تو. اللي هنا في الحالات دي ممكن افعال زي given دي تاخد تو او فور. ايه الافعال اللي بتاخد تو؟ ايه الافعال اللي بتاخد فور؟ لو في عندي buy book build find order make leave
سيف جيت كيب كول كات فيتش دول بتيجوا مع فور. طيب واللي بتيجي مع تو جيف رينج لند اوفر باس ريد سيل شو رايت هاند اول باي تيل. هنا بص في المثال ده كده كان عندي جيف اخدت معايا تو مي، هتلاقي عندي كلمه جيف اهي مع تو. مثالين هما تحت the cake will be made for me، ها دي مين made اخدت معاها for. طب the story was sent to me، الهدية ارسلت دي ايه sent اخدت معاها ايه to. يبقى لاحظ ان في الافعال دي بتاخد to وافعال بتاخد ايه for. اذا وجدت الافعال التالية بيكون لها طريقتين في التحويل، ايه هي الافعال دي؟ like dislike hate. ايه الطريقة الاولى؟ هتحط عندك الفاعل ثم like او dislike او hate ايهما ثم فاعل زائد فيرب مضاف ليه ing، دي الطريقة الاولى. الطريقة التانية هتحط like dislike او hate زائد being زائد الباست participle. طب تعال نشوف الامثلة كده. I hate people deceiving me، انا بكره الناس يخدعوني. حولها لي بس كده I hate being deceived، يبقى دي I اخدت هيت being deceived. طيب I like people helping me، انا بحب الناس يساعدوني. I like being helped، انا احب ان اساعد. I don't like people deceiving me، ما احبش الناس يخدعوني. I don't like being deceived. I dislike friends cheating me، انا اكره ان اصدقائي يغشوني. I dislike being cheated، دي الطريقة الاولى. يبقى اهو like او dislike او hate being زائد الباست بارتيسيبل. طب الطريقة التانية لنفس الأفعال like و dislike و hate لو وراها فاعل تو زائد مصدر بتحول الباسف ازاي؟ like و dislike و hate تو بي زائد الباست بارتيسيبل. هنا كان عندك ايه؟ فيرب مضاف ل ing، أخدت هنا ايه؟ being. طب هنا كان عندك ايه؟ تو زائد مصدر، أخدت ايه؟ تو بي. أها I like people to help me، أحب الناس يساعدوني. I like to be helped، أحب أن أساعد. I hate people to deceive me، I hate to be deceived، أحب أن أخدع. طب لو أنا أهو بص كده I كانت هنا فين I hate deceive I don't like people deceiving me، شفت كده I don't like being deceived، being إيه؟ deceived، لكن هنا to be deceived. يبقى لو عندك being زائد الباست لو عندك الفيرب مضاف ل ing بتاخد في الباسف being، لو عندك to المصدر بتاخد في الباسف to be. تمام كده؟ لو أنت عايز توقف الشاشة وتنقلهم عندك انقلهم. طيب إذا جاءت كلمة let وكان الفعل والمفعول شخص واحد، هناخد كلمة هناخد let ضمير منعكس بي زائد الباست بارتيسيبل. إذا جاءت كلمة let وكان الفعل والمفعول شخص واحد هتكون القاعدة بتاعتها let ضمير منعكس بي زائد الباست بارتيسيبل. إزاي الكلام ده؟ he let people cheat him، يعني هو ترك الناس يغشوه. مين الفاعل؟ هي. طيب مين اللي هيتغش؟ هو. يبقى الفاعل والمفعول واحد، تمام. وفي عندي كلمة ايه؟ let. نرجع للقاعدة، إذا جاءت كلمة let وكان الفاعل والمفعول شخص واحد هنحط هي أهو let ضمير منعكس بي باست بارتيسيبل هي، وبعدها كلمة let الضمير المنعكس من هي مين؟ himself. تبقى he let himself be cheated، he let himself be cheated يعني هو سمح لنفسه أن يخدع. she let people deceive her، هي سبت الناس يخدعوها. يبقى مين اللي سمح للناس؟ هي. طب مين اللي هيتغش؟ هي. يعني الفاعل والمفعول واحد وفي عندي كلمة let فتبقى she let herself be deceived. اوكي، يبقى اذا وجدت كلمة let وكان الفعل والمفعول شخص واحد، القاعدة اهي let ضمير منعكس بي زائد الباست بارتيسيبل. تمام. الملحوظة اللي بعديها، اذا كان المفعول anything او anybody، نبدأ ب nobody او nothing ونحول النفي الى الاثبات. they didn't do anything to help us، هم لم يفعلوا اي شيء لمساعدتنا. طب ايه المفعول اللي عندك؟ anything اهو. هبدأ بيه الناحية التانية ب nothing was done، يعني لا شيء فعل to help us، مفيش حاجة اتعملت، لأن هما بيقولوا زي didn't do anything، هم لم يفعلوا أي شيء، يبقى إيه اللي اتعمل؟ nothing was done، مفيش حاجة اتعملت.
طيب he didn't hurt anyone in the class، هو لم يأذي أي أحد في الفصل، تبقى no one in the class was hurt، لم أحد يصاب بأذى في الفصل. يبقى إذا كان المفعول ها anyone أو anything، ده المفعول أهو، تحول في أول الجملة إلى nothing أو none، ها وتحول الإيه؟ ويحول النفي ده أهو لإثبات هنا. طب حولته لإثبات ليه؟ ما أنا عندي نو أهي نفي وعندي نان أهي نفي، يبقى أنا مش محتاج نفي جوه. طيب يمكن استخدام get بدلا من verb to be. I burned my leg، لو انت فكرت في الجملة دي هتلاقي burned زمانها ماضي بسيط. طب مين اللي اتحرق؟ المفعول my leg، اهي هحطها في الاول اهي. طب burned ماضي بسيط، يبقى my leg was burned، my leg was ايه؟ burned، my leg was ها burned، my leg got burned. ايه اللي انا عملته؟ انا شلت was وحطيت مكانها got، يبقى يمكن استخدام get في المضارع او الماضي get او got بدلا من verb to be. تمام. طيب اذا جاء بعد watch و see وهير، الثاني اذا جاء بعد watch و see و hear فيرب مضاف لي ing، تحول للمجهول ويبقى الفعل مضافا ل ing زي ما هو. ازاي؟ I saw him playing، I saw him playing، ها playing مضاف ing. طب انا شفته، مين اللي اتشاف؟ هو he. طب الجمله سو هنا ماضي بسيط، هاخد was والتصريف الثالث من saw seen، تبقى he was seen playing، شايف هنا playing هي playing ما اتغيرتش. طيب I watched her running، أنا شاهدتها تجري، من المفعول؟ she was watched، عشان watched هنا ماضي بسيط، تبقى she was watched running. يبقى القاعدة بتقول يبقى إذا كان إذا جاء بعد watch و see و hear verb مضاف لها ing نحولها للباسف حسب الزمن ويبقى الفيرب مضاف لها ing، مفيش أي تعديل. يوضع الظرف قبل التصريف الثالث عند التحويل للمجهول. الظرف he studied English well، هو ذاكر إنجليزي كويس، ده الظرف أهو. طب فين المفعول؟ English، هحطها في الأول أهو English، وعشان هو مفرد والجمله استديت ماضي بسيط هاخد معاها was will studied، شاف will فين؟ قبل التصريف التالي. They did the job well، هم ادوا الوظيفه كويس جدا. The job was well done، اديت بطريقه جيده. يبقى يوضع الظرف قبل التصريف الايه؟ التالي. في حاله وجود حرف جر بعد الفعل يبقى كما هو بعد الفعل عند التحويل للمجهول. She looked after the book، هي بحثت عن الكتاب. فين المفعول؟ the book was looked، sorry look for يبحث عن، بيجي look after يعتني به. she looked for the book، هي بحثت عن الكتاب، تبقى the book was looked for، الكتاب بحث عنه، ما عملش حاجه مع for، نزلتها زي ما هي. he looked after the house، هو كان بيرعى البيت، رعى المنزل، اعتنى به. the house was looked after، المنزل اعتني به. الملحوظه اللي بعد كده، إذا وجد في الجملة فعلين نبني الأول للمجهول ونضع قبل الثاني تو ثم المصدر. خلي بالك دي مهمة جدا جدا جدا. The teacher made us study hard، المدرس جعلنا نذاكر بجد. أنا عندي made جعل وقصدي مفعول وستادي فعل، يبقى عندي made وعندي study فعل وفعل الثاني، يبقى نحول الأول ده للمجهول ونضع قبل الثاني تو. طب فين المفعول بتاعك؟ وي أهي قصدي، مش دي المفعول؟ تحول هنا هنا الى ايه؟ وي. طب والجمله ميد هنا ماضي بسيط، يبقى ايه؟ ناخد في الماضي البسيط ووز او وير زائد الباست بارتيسيبل، تبقى وي وير ميد، ونضع قبل الفعل الثاني تو، وي وير ميد تو ستادي هارد. طيب ذا تيتشر اسكد مي تو رايت ذا ليسون، ذا تيتشر اسكد مي تو رايت ذا ليسون، ها تبقى المفعول هنا مين؟ اي ووز اسكد تو رايت ذا ليسون، ذا تيتشر اسكد مي، يبقى هنا كان في تو رايت برضه فضلت هنا ايه؟ تو رايت زي ما هي. طيب إذا جاءت هاف وهاز وهات في الجملة يتم التعامل معه حسب معناه، لأن طبعا أنا عارف هاف دي بتيجي بمعنى إيه؟ هاف يتناول، وهاف يأكل، وهاف يشرب، وهاف يعمل، هاف بارتي يعمل حفلة، هاف سيجارة يشرب سيجارة، هاف بريكفاست يأكل الفطار، هاف تي يعني يشرب الشاي، يعني إذا بيتم التعامل مع هاف وهاز وهات حسب سياق الكلام اللي في الجملة مش حسب هاف نفسها. إزاي؟ I have a meal every day، أنا أتناول وجبة كل يوم. هاف هنا بمعنى ايه؟ ايت. لما اجي احولها للباسيف اتعامل، يبقى اشوف معنى هاف كان ايت صح؟ يبقى اتعامل معها على انها ايت مش معناها هاف. بص اميل از ايتن افري داي باي مي. طيب شي هاز تي افري مورنينج، هي تتناول الشاي، يبقى هاز هنا بمعنى ايه؟ درينك اهو. تي از درانك افري مورنينج باي هير. يبقى اذا جاءت هاف او هاز في الجمله يتم التعامل معها حسب معنى الوارد في الجمله، ملوش علاقه بهاف وهاز. طب اللو تو تحول الى ليت. ليت تحول الى allow to، المفروض ايه؟ عندي ليت تحول الى allow to. ازاي؟ اي ليت علي بلاي، انا اي ليت علي بلاي، انا سمحت لعلي يلعب. علي was allowed to play، علي was allowed to play، سمح له ان يلعب، مش was ليت.
We let Soha leave. نحن تركنا Soha ترحل. Soha was allowed to leave. سمح لها أن تترك. He let people laugh at him. هو سمح للناس يسخروا منه. He let himself be laughed at. في المثال الأخير خلي بالك كان الفعل نفسه هو المفعول وسبق عنها الحديث عنها في قاعده عدت عليها من الحسين او ثلاثه كده لما كنا بنقول في حاله وجود ليت والفعل هو المفعول بنحط ايه ليت ضمير منعكس ب باست بارتيسيب. طيب يبقى اذا في عندك هنا قاعدتين، القاعده الاولى لو عندك ليت والفاعل مش هو المفعول يبقى بتحط allowed to، لكن لو الفعل هو المفعول ليت ضمير منعكس ب باست بارتيسيب. الفعل اللازم الذي ليس له مفعول لا يتحول للمجهول مثل happen occur go leave rise fall sit stand stay sleep look love smile. The accident happened yesterday. ما ينفعش اقول the accident was happened. We live in Cairo. ما ينفعش اقول لك ايه we were lived. نحن عشنا. لا، يبقى الافعال دهيت دي افعال اسمها افعال لازمه ليس لها مفعول وبالتالي لا تتحول للبذل. طيب لاحظ القاعده التاليه، لو عندك مفعول هو او which او ذات زائد مفعول بتحول للباسف ازاي؟ فعل مبني للمجهول زائد الباست بارتيسيب. The teacher who was employed worked hard. المدرس بص كده لو هي was employed الذي وظف worked hard. يبقى انا هشيل هو was employed تحذف ونحط مكانها الباست بارتيسيبل فقط. The teacher employed worked hard. المدرس الموظف يعني عمل بجد. طيب the car السيارة which was mended التي صلحت is expensive غالية. The car mended is expensive. العربية المصلحة غالية. يعني عملت ايه انا بقى في الحالة ديت؟ بشيل هو او which او that زائد الايه زائد ال past participle، يعني بشيل الباسف بتاعها وابقى على التصريف الثالث فقط. The car mended is expensive. طيب بس خلي بالك هنا الجملة بدأ بايه؟ بمفعول. طب لو بدأت بفعل زي دي، لو بدأت بفعل هذه القاعدة التالية اهو، لو بدأت بفعل هو أو which أو ذات زائد فعل بتساوي فيرب مضاف فعل مبني للمجهول زائد فيرب مضاف لـ ing. ازاي؟ The boy who received the present is clever. الولد who received الذي تسلم. طب الولد هنا فاعل ولا مفعول؟ فاعل. يعني مش مفعول زي اللي فوق؟ لا. طب the boy who received the present is clever. طب هقول the boy هشيل who received واستبدلها بالفيرب مضاف ليه؟ ING. هتبقى the boy receiving the present is clever. الولد المتسلم الجائزة ماهر. طيب the dog الكلب which makes noise is naughty. الكلب اللي عامل ضوضاء ده هو كلب شقي. طيب which makes مين اللي بيعمل الضوضاء؟ الكلب. طب يبقى الكلب اللي بدأت بالجملة ده فاعل ولا مفعول؟ لا فاعل. يبقى طيب ما إذا كان فاعل يأتي بعدها فيرب مضاف لـ ING. تبقى the كلب making الكلب اللي عامل ضوضاء is naughty. لكن لاحظ هنا the car which was mended العربية التي صلحت، يبقى العربية هنا المصلحة. يبقى إذا كانت الجملة بادئة بمفعول هيكون بعدها past participle، إذا كانت الجملة بادئة بفعل هيكون بعدها فيرب مضاف لـ ING. طيب لاحظ القاعدة التالية كده، لو عندك after زائد جملة مبنية للمجهول هتساوي having مفعول بين زائد الباست بارتيسيبل. تاني كده، لو عندك ايه جملة مبنية للمجهول after زائد جملة مبنية للمجهول بتساوي having مفعول بين زائد الباست بارتيسيبل، هتساوي having زائد بين زائد الباست بارتيسيبل هتساوي ايه الباست بارتيسيبل مباشرة. يبقى اذا لو عندك after زائد جملة مبنية للمجهول بتساوي ثلاث حاجات: having مفعول بين زائد الباست بارتيسيبل، having been زائد الباست بارتيسيبل، والباست بارتيسيبل مباشرة. ازاي الكلام ده؟ after lunch had been prepared. تاني كده، after lunch had been prepared، بعد ما الغداء جهز it was served to us، قدم الينا. طب دي after lunch مفعول، had been prepared اعد جملة مبنية للمجهول. طيب هتساوي ايه having مفعول been زائد الباست بارتيسيبل؟ حط having المفعول lunch been والباست بارتيسيبل، تبقى having lunch been prepared it was served to us. وممكن قال تحط having been prepared by mom lunch was served، يبقى حطينا having been زائد الباست بارتيسيبل. وممكن ابدا بالباست بارتيسيبل على طول اقول prepared by mom lunch was served. يبقى ليها كام حاله؟ اربع حالات. يبقى ها الحاله الاولى ها having مفعول been باست بارتيسيبل، having been past participle والpast participle مباشرة ديت مكان having. طيب ملحوظة هامة، في حالة المبني للمعلوم يمكن استبدال having بالverb مضاف له ing. يعني having studied hard he got high marks، studying hard he got high marks. شايف الجملة دي؟
having studied hard. انا هنا استبدلت having و studied مع بعض هما الاثنين كده بالفيرب مضاف ل ing. تبقى having studied hard يجو تاي مارك، studying hard يجو تاي مارك. لاحظ القاعدة التالية في حالة المبني للمجهول برضو، لو عندك on أو when أو while زائد being زائد الباست بارتيسيبل، on أو when أو while زائد being زائد الباست بارتيسيبل، دول بيساووا بعض. بص، on being examined by the doctor يعني بعد أن فحص بواسطة طبيب، the boy was crying الولد كان يبكي، while being painted يبقى while زائد فيرب مضاف ل ing أهي، the wall fell down الحيطة وقعت. طب لاحظ القاعدة التالية في حالة المبني للمعلوم، on examining the patient عند فحص المريض the doctor was shocked الطبيب صدم، while painting the wall أثناء بهانة الأوضة the painter fell down الرسام أو الدهان وقع. يبقى هنا on being زائد الباست بارتيسيبل، while being زائد الباست بارتيسيبل بيساووا بعض. تبقى on أو when أو while being زائد الباست بارتيسيبل دول ايه؟ يعني عايز اقول لك ان on when while بيجوا وراهم being زائد الباست بارتيسيبل في حاله البسمة. يعني الفرق بين القاعدتين دول ايه؟ عندي هنا on في حاله الباسيف، on being زائد الباست بارتيسيبل دي في حاله الايه؟ الباسيف. طب في حاله الاكتيف on زائد الفيرب مضاف ل ing. طيب في حاله الباسيف while being زائد الباست بارتيسيبل دي في الباسيف، طب في حاله الاكتيف while زائد الفيرب مضاف ل ing. ملحوظه هامه، الافعال التي ياتي بعدها مفعول ثم تو ثم المصدر عند التحويل للمجهول بنضع فيرب تو بي زائد الباست بارتيسيبل. I expect Ali to visit me. أنا توقعت علي يزورني. I expect أنا أتوقع to be visited أن أزار. I expect Ali to visit me. I expect to be visited. طبعا هنا to visit بقت إيه؟ to be visited. ده اللي أنا أقصده أهو. to زائد المصدر تحولت إلى to be زائد الباست بارتيسيبل. طيب. She wants mom to clean the room. هي عايزة ماما تنظف الأوضة. She wants the room to be cleaned by mom. ها يبقى she wants the room، هي تريد الحجرة أن تنظف بواسطة mom. I'd like سهى to mend the computer. أنا عايز سهى تصلح الكمبيوتر. I'd like the computer to be mended. ها يبقى لو عندي to زائد المصدر في حالة الباسف تحول إلى to be زائد الباست بارتيسيبل. ملحوظة هامة، الأفعال التالية hear و see و feel و make و watch not. تاني، hear و see و feel و make و watch و not عند تحويلها للمجهول بيجي وراها الايه؟ فيها طريقتين للتحويل للباسف، يا اما تزاد المصدر يا اما الفيرب مضاف ل ing. ازاي؟ he made me love، هو جعلني اضحك. مين المفعول هنا؟ me، و made ماضي بسيط. طب I was made to love. to المصدر I was made ايه؟ to love. يبقى انا في الحاله دي الافعال هير و سي و فيل و ميك و واتش نص عند الفيرب ده ايه؟ ميك اهو اللي هو منه ميد. لو جاب بعدها الفعل في المصدر لها طريقتين في التحويل، يا اما تو زائد المصدر يا اما الفيرب مضاف ل ان جي. نقرا الثانيه كده، يبقى هي ميد مي لاف، اي واز ميد تو لاف، اي واز ميد لافينج، فيرب مضاف ل ان جي. طيب مثال ثاني، اي واتشد هير بلاي، انا شفتها بتلعب. يبقى مين اللي اتشاف؟ هي، شي ووز واتشد تو بلاي زائد المصدر، او شي ووز واتشد ايه؟ بلاينج، شي ووز واتشد بلاينج. لاحظ القاعده التاليه، عندي فاعل بي صفه زاد زاد جمله بتساوي فاعل بي حرف جر صفه بينج زاد الباست بارتيسيبل. هي از افريد، هو خائف ذات ذا تيتشر هيتس هيم، هتبقى هي از افريد اوف بينج هيت باي ذا تيتشر. He is afraid that the teacher hits him. يبقى hits هتبقى of being hit. يبقى hits تحول إلى of being hit. طيب في عندي مجموعة أفعال مهمة جدا 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 تاخد بالك كويس جدا منها. لاحظ تحويل الأفعال التالية. في عندي مجموعة أفعال زي think الماضي منها thought. Say said believe believed consider considered know none. Claim claimed understand understood report reported alleged alleged expect expected announce announced acknowledge acknowledged we assume assume. طيب الافعال دي في المضارع وفي الماضي ليها طريقتين في التحويل. غالبا ما ياتي مع هذه الافعال جملتين ولهما طريقتين في التحويل. طيب الطريقه الاولى، في هذه الحاله نعتبر كلمه it هي المفعول ويتم تحويل الفعل حسب زمنه ولا يتم اي تغيير في الجمله الثانيه.
قاعده التحويل ايه هي؟ خلي بالكوا القاعده دي، القاعده دي تخص مجموعه الافعال الزرقاء دي فقط. طيب بي هتحط ات فيرب تو بي اللي هو ام از ار اوز وير زائد باست بارتيسيبل ذات، والجمله الثانيه ما فيهاش اي تغيير. People say that we won the match. طب احنا قلنا هنا انه، ايه هتبقى هنا ايه؟ انه. طب say دي ازرق اهي مضارع اللي تحتها خط، يبقى خدنا is، هتبقى it is said that، انه يقال ان، والجمله الثانيه we won the match ما خدنا فيها حاجه. People said هنا اتحولت للماضي. People said that we won the match. هتبقى المفعول عندك ايه قلنا؟ it، وعشان said هنا ماضي هناخد معاها was، تبقى it was said that we won the match. They expect that she will arrive early. هتبقى it's expected that. it's ثابتة expected عشان expect هنا مضارع خدنا is. يبقى احنا هنعتبر it دي هي المفعول اهي. it دي هي المفعول في كل الجمل، وحول الجملة حسب الزمن بتاعك. it is expected that she will arrive early. They claimed هم زعموا that she will arrive early. هتبقى it claimed هنا مضارع ولا ماضي؟ ماضي بسيطة اهي. يبقى هناخد بعد it هنا was عشان دي ماضي، لكن لو مضارع كنا خدنا is. It was claimed that she will arrive early. She will arrive early. It was claimed that انه زعم ان she will arrive early، انها هتوصل ايه؟ بدري. طب لاحظ استخدام الافعال السابقه في ازمنه اخرى. They have believed that the boy was clever. هنحط it هي المفعول اهي، والجمله دي مضارع تام، يبقى هتحط بعد it has been believed that the boy was clever. طيب they will say that we will lose the match. هتبقى it هي المفعول، will say مستقبل، تبقى will be said that we will lose the match. يعني ملحوظة وان تعتبر كلمة it هي المفعول في بداية الجملة، هي المفعول ويتم تحويل الفعل حسب الزمن بتاعه. الطريقة الثانية، ودي عايزة ايه فهم شوية، الطريقة الثانية فيها حلين، وهذه الطريقة بها حالتين من مع نفس الأفعال السابقة برضو. الحالة الأولى إذا كان الفعل مضارع هنحط فعل verb to be past participle to زائد مصدر. الحالة الثانية إذا كانت الجملة في الماضي هنحط فعل verb to be past participle to have زائد past participle. يعني فيها اثنين past participle. إزاي؟ people say that she arrives early. طيب لاحظت أنت say مضارع أهي معلم لك عليها بالأحمر، و arrives مضارع. طيب مين اللي الناس بتتكلم عنه؟ she. طيب مين الناس بتتكلم عنه؟ شي. وسي مضارع هنمشي على القاعده دي اهي، عشان احنا الجمله دي مضارع اهي، بحمشي على دي. هتبقى بيبل شي هتقعد من فيرب تو بي از، والتصريف الثالث من سي دي ها سيد، وبعدين تو زائد المذر، تبقى تو ارايف ايرلي، تبقى شي از سيد تو ارايف ايرلي، يبقى شي المفعول، وبعدين خدنا فيرب تو بي اهي، وبعدين الباست بارتيسيبل، وبعدين تو زائد المذر. تمام. طب لو كانت ماضي بص كده بيقول لي people say that she arrived early، وانا ضغطت على كلمه arrived اهي، يبقى في الحاله دي انا همشي على الخطوه الثانيه دي. طب همشي عليها ازاي؟ تعالى معايا كده she. طب say دي مضارع ولا ماضي؟ هناخد she. say دي مضارع ولا ماضي؟ مضارع، يبقى ناخد is said. طيب arrived دي ماضي ولا مضارع؟ ماضي، تبقى to have arrived، تبقى she is said to have arrived early. عملت ايه؟ حطيت المفعول في الجمله اللي هو في اول الجمله اللي هو شي، اخدت بعد كده فيرب تو بي، سي دي مضارع اهو، فاخدت اس سيد مضارع بسيطه اهي، يعني سي دي تحويلها دي اهو. طب ارايفد دي تحويلها اهو، تو هاف ذا الباست بارتيسيب، يبقى الفعل الاول بحوله اهو، والفعل الثاني اهو. طيب مثال ثاني، شي سيد ذات وي ارستد ذا ثيف. طب سيد دي ماضي ولا مضارع؟ ماضي. طب هي قالت ان احنا قبضنا على اللص، مين المفعول اللي اتقال عنه ان احنا قبض؟ يبقى وي. طب سد ماضي بسيط، تبقى وير سد اهو، سد تحول حسب زمانها ماضي بسيط. طيب arrested تبقى تو هاف arrested ذا ثيف، عشان arrested هنا ماضي خدنا تو هاف الباست بارتيسيبل. طيب شي سد ذات وي ويل arrest ذا ثيف، اه جبتها لك هنا فين؟ في المستقبل، يعامل معامله المضارع. طيب يبقى اقول ايه؟ وي وير سد ماضي، هتبقى وي وير سد تو arrest تو المصدر ذا ثيف. طيب people alleged that the thief escaped yesterday، الناس زعموا ان اللص هرب، دي ماضي ودي ماضي، الاثنين ماضي. طيب انا بتكلم عن المفعول بتاع مين؟ the thief. دي ماضي بسيط، تبقى تاخد was alleged اهي ماضي بسيط اهي زي ما هي.
طب سكيب دي ماضي؟ اه تبقى تو هاف سكيب. يبقى اذا كل زمن اهو بيتحول لاحمر اتحول في زمنه احمر، لازرق اتحول في زمنه ازرق. People alleged that the thief was arrested last week. هتبقى بي دي ماضي بسيط اهي، تبقى was والتصريف التالت. تمام. To طب was arrested دي ماضي؟ اه يبقى have been arrested. To have been arrested. They said that money was stolen last year. هتبقى money money. طب said دي زمان ايه؟ ماضي بسيط اهي، نزلت was said. تبقى money was said. طب was stolen دي زمانها ماضي ولا مضارع ماضي؟ تبقى to have والتصريف التالت من was اللي هي been stolen. تبقى money was said to have been stolen last year. وبكده نكون وصلنا الى نهاية الاكتف والباسف ومجموعة الشواذ بتاعته. لو القاعدة فيها اي مشكلة حاول ترجع للفيديو تاني. لو عندك اي سؤال او اي استفسار اكتبه في تعليق تحت الفيديو. برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. كان معكم مستر احمد بدران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.